وعقد حزب المؤتمر الوطني الهندي مراسم تنصيب رئيسه الجديد راهول غاندي. وقال راهول غاندي في كلمة ألقاها في مراسم التنصيب إنه سيقود حزب المؤتمر الوطني الهندي ليصبح حزبا سياسيا كبيرا له تاريخ طويل. وكان راهول غاندي البالغ من العمر 47 عاما قد شغل منصب نائب رئيس الحزب منذ يناير من عام 2013، ويأمر حزب المؤتمر الوطني في أن يحصل راهول على القيادة ويجلب قوة دفع جديدة لهذا الحزب القديم. وأشار محللون إلى أن هذا التعيين بمثابة استعداد الحزب للخوض بمعركة الانتخابات العامة في عام 2019 ومن أجل كسب دعم المزيد من الشباب.